نور، شو حبيبي؟ شو رأيك تقولي لأهلك شو قدوا صيفية عنا؟ ما فهمت ليش يعني؟ كيف ليه يعني؟ هو لأهلك حبيبتي، بعدين أنا عم ضل مشغول وأنت لحالك هون، والبيت اسم الله كبير وجيمي بينبسط فيهم. ما رح يقبلوا، أنت بتعرف قدي أهلي معلقين ببيتهم وبالحي. شو أنا عم جيبهم يعيشوا عنا؟ كلها صيفية وبتمرق. اسألي بيك أكيد بيقبل. طب أنا رح لعندهم بكرة بسألهم. لا ما فيك تروح لعندهم، أنا ببعت شوفير بيجيبهم. ليه ما بدك ياني روح لعندهم؟ ما تقلي كرمال نسيم. لا أكيد مش كرمال نسيم، ليه فكرتي هيك؟ بتعرفي شغلة؟ لفتيلي نظري على فكرة. ايه ما فيك تروحي لعندهم على الحي، لأنه ما فيي أتحمل تلتقي بنسيم أو يغلط معك بالحكي. لفكرك أنا بسمح له يعني؟ حبيبي قلت لك اياها قبل وبرجع بقول لك اياها هلا، طلعت نسيم من الحبس ما رح تغير شيء، فبليز خلينا نكفي حياتنا ما كانه صار شيء. اصلا بالنسبه لي ما في شيء تغير، وماني مستعده غير روتين حياتي وحياه اهلي كرمال شخص ما بقى يعني لي. بابي. شو يا حبيبي؟ انا خايف. يي من شو خايف؟ ما انت بطل وبلاكي بيحبك. هات لشوف بلاكي، اوعى تزعله لجيمي وبتخوفه، اوعى. مامي شوي شوي.